بيودعي والله العظيم ما يستجبكش اليوم يستجب لقدوة. وقت النبي موسى عليه السلام جات امرأة قلت له يا موسى قلت له حبيت نجيب غلام والمرأة كبرت العمر تاعها شوية دعا ربي موسى عليه السلام ما اعطاهاش غلام ما جابتش قلت له انت كلم الله تهضر مع ربي مباشرة لك ربي يستجب لك كلامي ما اعطاهاش ربي غلام اي ساعة نخرج هواي قعدت في المنزل ربي ما استجبش ما حدش يعطيها تقدر شوف الايمان اللي عندك الايمان بالله الانسان كي تقضي ربي ما خلقش المرأة دي من رحمة ربي لا تقنط من رحمة الله قعدت حتى رحمة ربي وسيلة بينها بين ربي وحطتها في قلبها قيادة يا رحمن يا رحيم يا رحمن وديما تدعي له واحد خطرة موسى عليه السلام معدي في الصوت كما نقولوا احنا لقاها تكركر في غلام مش تقول في غلام ما شاء الله قال والله قال له سقساها سقساها قال لها الغلام ماذا مين قلت له جبته سبحان الله قال له يا ربي قلت لي ما نمدلهاش قال له استحيت منها ورحمتها برحمتي ديما تعيط يا رحمن يا رحيم تدعي باش تجيب غلام مدلها ربي سبحانه احنا نهربوا من ربي بصح كي تبقى ربي تدعي الالحاح الدعاء وتثق في ربي العالمين يعطيك ولا ما عطاكش اليوم راح يبان لك رب ولا الاخره وخير لك من الاولى بالك يوم القيامه ربي راه يعطيك شيء شيء ما كنتيش تتصوره صح ولا لا؟ صح احنا ولينا شل الحياه ماده قريب نقولوا لا اله الا الله صح لا اله والحياه ماده قريب راح نخرج وخلاص من طاعه الرحمن الانسان لازم يحكم في ربي شوف انا واش دريت او واحد اقسم بالله ما ينجمش اللي يخدم الخدمه دي ويقعد هنا ولا قاعد صبر لانه كاين ربي سبحانه هو المستجاب العبد واش هو وسيله جعل ربي العالمين جعل الخير هذاك بيناتنا واحد يحز عليك واحد يحني عليك واحد فاهم يعاونك واحد هذه كل وسائل من الله ربي سبحانه كي يحب يقرب لك حاجه يقربها لك العبد هذاك اللي كان يدير فيك الشر ولي هو اللي يدير فيك في الخير واش يقربه لك ربي سبحانه ولا هم يستعملوا النفوذ هذوما المسؤولين في الاداره ديما انت تحكي على الاداره كاين يستعملوا النفوذ ها كاين يستعملوا النفوذ كاين يستعملوا النفوذ يا شركه مش صبر مليح انا اللي صابر والحمد لله ما عندهم ما راح يديروني ما عندهم ربي اللي راح يدير ربي اللي يحيني ويعطيني ويحييني ويموت ويقتلني ربي سبحانه سبحانه انا ما نخاف حتى واحد طيق في ربي سبحانه انا قاعد نخدم نجتهد بالقوه اللي اعطاها لي ربي العالمين وربي هو القوي بالصح والله ما بالي به اللي قاعد نكتب نبعث ندير من هنا هاني صبر صبر حتى يخرج ربي قالوا الوليدة تاع النبى الناس ملاح وشوفوا هاني درت له ترمد ومون دوديونس عاوش ربي العالمين ان شاء الله يكون فيها الخير احنا ما نسبوش ما نتفائلوش الشر ما نتفائلوا للخير ممكن الولي هذا يشوف ولا خطر مش هو سلونسيام ديريكتور تاع لاديش يفهم القانون ممكن راح يغير الموقف هذا وهذا المكان ما نقولوش لا احنا كلشي اللي يحبوا يديروه يديروه ربي اللي راح يدير الشغل سما كاين فساد معشش كيما يقول كاين شفتي الراي سبحان الله شفتي الوزاره كيما ما يخدموش الوزاره ما يخدموش اي شيء اللي ما تتوقعوش في راسك سبحان الله العظيم وزير حاكم بوست وحاكم منصب والبوفوار في يده وعنده قانون يخدم به ما يحترم من البوست تاعو ما يحترم نفسه لا البوست تاعو لا المواطن لا 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 القانون ما كاينش شكون يراقبوها ما دام سي كاين شكون يراقبوها ايه والحل كيفاه قاعد تمشي قاعد تشوف الرئيس قاعد يدير هكذا قاعد تشوف واش تشوف واش تخلي يا خويا واش راح بلاد كبيره الله يبارك فيه مش سهله ان شاء الله مادام يغيروا في المنكر مادام كاين تغيير كان منكر راح يعاونهم عليهم ربي العالمين راح يكشف كلش ربي سبحانه يكشف طالح من الصبر لانه الانسان مادام شهاد النفس هذا وش شهاد نفسك وتشاهد الظلم هذا والشر فاهم بعد تشاهده ومش قوه بالفكره تاعك بالفكره راح يلهمك ربي العالمين تغلب عليها تنصر عليه يعطيك ربي قوة قوة في العقل وفي البدن يعني ربي سبحانه لا وش راح نقولوا احنا ما دامنا نمنوا بربي سبحانه تامن بالقضاء والقدر تاع ربي سبحانه هو ربي ما دامك حاب تغير ربي يعاونك وكي ما تحبش تغير ربي يزيد يدقك يزيد يحطك في الظلمة
ثم المشاكل كل في الاداره انت ثم تحطها هذا المشاكل كامله في الاداره يكشف الوزاره ما تجي تخدم اما الوزاره يمشي بعد يخدم كل جا الوزير يخدم المدير تاعو يخاف ولا في الغرب كلش ماشي ماشي شعرك في الخارج في الخارج في الخارج في الغرب لانه درك نقول لك كلمه الرجل المناسب في المكان المناسب هما باش تحكم بوست يحب لك بوست كيما ذا ما فيهاش بابك فلان ولا فوق فلان ولا تعرف هذاك ولا تعرف هذا ولا الصوارد قرايتك وثقافتك وتربيتك هي اللي تجيب تدرسك وخدمتك وخدمتك والثقة يكون ثقة في ثقة وفيك باش تحكم بوست كيما ذا هما الكذب ما يكذبوش يصوروا فيان كذب هذيك تاع كل تصاحب واحد وتكذب عليه طيش حكايته كاش في الغرب واش تاعها هما يحبوا انت معاه ما ناس شي دي جون ولا صح وكفر كيلو بين مولا الكفر هذاك كفر بينه بين مولا بصح حياته اليوميه يمشيها قديم مع المجتمع اللي يحترموا الوقت يحترموا الوقت الوقت كل شيء شنو نوضوا في الظلمه شنو الفجر ما نوضوش نص غاشي ما يعرفش يصلي الفجر هما قبل الفجر كنت قاعد يشوف في المترو الطاح كاينه ولا لا انا عشت انا برد وين يجي البرد هذا ربع تاع الصباح ما سمعت تجري يجريو يجريو في الميترو شفت انا عشت شفت كانش لعب ويمشي لك 100 كيلومتر 200 كيلومتر يجريو يجريو خو انا نقول لك شفت بعيني وعشت معاه انا الالمان سويسرا فرنسا دور دور شفت في هناك شفت تزيرت الدنيا ما قدرش يعيش الشعب من التصويره اللي تزيرت هما كيما كم مزيره دولار الدورو تاعهم يسحب بالدراهم يشري خبزة مش يشرب على خبزات ويأكل واحدة ويطيش الدات نهضروا الحق عايشين قد قد لما يبكر الصباح وما يبكر لابي تاعه مش سهلة ما يجيبها يخدم لازم نورون دمو وبلي كاميرا يخدم نمد لا كاميرا شكون طلع للمدير شكون هبط برك برك المدير يتفرج عليك هذاك جيبوه هذاك ما تدخلوش تقعد انت نهار كامل قاعد تستنى ويجي واحد بكر طبلة يقعد كيما يمشوا حتى من عندنا باش يجي يدخل طول تك تك هاك روح يشكرا دارا فندارا ويشكرا كاين الشعر اليوم ها واش كاين مش عارف تكتب باش اشعار هو اللي فتينا واش راح نشعر يا خويا راح نشعر راح نشعر شعر كبير المخ دارا البارح عديت الكوره لقيت واحد مسكين عامل نظافه قال لي نخدم واحد قال لي الاخرى ريكيبيراسيون كور كامل يخدم وحده ربع خمس سوايع باش بالبالا يخدم واش رايك هو في البيرو بالستيل وبالبوطون إيه ويحقروه يحقروه اه ويخلص اقل شوف شن اللي بال يركن ندير فيه من التير بالحقره خطر ما ضعف تقول لي يا ويلك يا شوشان ها وراح تروح يخليك ربي القوة انسان ندير كان كيري يبيع كيما يروح يخدم خدمة ديك بين مسامرة شوف رئيس بلدية معك اي اي اسرع 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 رئيس بلدية بدا كان كارتي في عندنا بوبيلار لي كارتي كل الناس نتاع الكارتي هذوكم هما اللي يجيبوا واحد يخيروا واحد ثقة ولد فاميلا ومتربي وقاري وعاقل وعقل انسان وانسان مؤمن يحطوه كل كارتي ونحطوه يحطوهم الناس تعرف ونطيروا على واحد منهم راح يخدم تو برلمان احنا تلقاه شايب حياته كاملة برلماني في اوروبا طفلة تقرا في جامعات اقصى تشوفها في المترو تطلع وتكتب في البورتابل وتقول لك راني نعيط لك وتحل لك المشكل تاعك كاينة ولا لا؟ مش لعب وما التدقيق شوف القانون سي القانون تغلط تخلص تغلط تخلص هنا بوليس يجي السلام عليكم لك واحد واحد يقول له اني ضابط واحد يقول له اني يكر والله كيما نهضر معاك لا بالي مكانش هم يعني حلو لك واحد تم بعد وكم وكم يديروش بروسي بالك البوليس يولي في مشكله لا غلطت تخلص يستحضروا على القانون كيما المال يشرب ايش لعب اسم القانون يا اخويا القانون اسم القانون يحمي الكبير والصغير ويعاقب الكبير والصغير دولة قانون تدي فترة الإدارة تحكي على الإدارة هذاك احنا نخدموا بالباج تما او على بالي جامعة الأوروب تدخل تعمل الباج على 8 تاع الصباح ولا 9 ولا 7 يعرفوا قداش جيت وقداش روحت إذا ساعة تروح الإدارة نص ساعة تلقاه ما كانهمش هم قفلوا ما يجيوش وكي يجيو هاي في الولاية ما يعطيك الباج شطلك لا بادش تاع الدخله تاع الخدامه هذا نحكي لك حتى الزائر هالو بكري يظلم مولها كما كانت الولايه السلام عليكم انا الشاب كابيني الشاب كابيني قبل كما نقولوا 50 ولا 30
تعلق الباتش تعطيه لاكارت تفتح باسمك على اليسار دخلت تروح درك انا الو وما يقابلش اليوم من الباب وكان يجي يدخل طول ولا حتى الباتش ما يمدهولوش الكوري يعبس هذاك اللي كان قاعد يقود العساس يعبس ويمزق عليه ويعدي وشفته بلاد معبية بالرخاص وش قلت انت كيف الصغري جايس فقير وطني غالي ما يفنى يا الجزائر يا أم الخير يا اللي زارك ما يتعنى الجزائر أم الخير اللي يجي من الغرب يزورنا يحب يلصق هنا يطمع ما يتهناش من الخيرات هنا بركي ما نعرفوش نمشيو وجد الدولة طارق كما تمشي وكل واحد حقه كل والله العظيم الخير اللي كان في البلاد ما كان في بلاصه فاهم الخير اللي كان الطاقة الشمسية دي تصلح في الجزائر 100% دي ما كان كاينة دي ما كان لاشانس الطاقة الشمسية هنا تريسيتي الدرك ضعيف يجي الشتاء برد يروح يجي الصيف سخون يروح الماء ما كانش الماء بالربعة خمس أيام يقول لك خلص الماء والناس تشري في الماء كل يوم يشري في الصعيدة ما تشربش الماء تحب تموت تشرب الماء تلعي شهر شهرين والله كلاويك يتبوشاو ما بيخماش وطراب الماء تلعين يتشرب تياوات وتبوشاو ما هو خامش تلعي العين الخامس خامش خلاص لي فيلتر ما تذكر كان يريسكليه ويغسلوه دوك حنا عمي مراد حكينا على المشاكل اداره مشاريع دوك حنا البلاد هذه الارض هذه ماتوا عليها شهداء صح مشقيه بالدماء شهداء وكيفاش ناس ضحات بارواحها مالها وتوحدوا باش خرجوا العدو ها والحل كيفاه دوكا هذا ما واش حابين يغرقوها البلاد ولا كيفاه ربي كيما يشوفوها هما درك كل يوم فوالها تتعدل قانون واحد هي هذا قانون قانون يغلط يغلط يخلص يغلط يخلص طالع شوف الفيديو مش ساهل على بالك تصور على بالك النواوات لهنا والبحروش روح نرجعوا لهيها ارواح اي النوا ولدي له ارواح اي هاي سدحت قيادة الله يبارك قيادة صاحبي زيد راح يدير لي كيما حمروش قال كان يهز السيوان يا قيادة قلنا ها قول الله يرحمه ميتة زرحي حمروش كان وقت بو مدين هو زيد هاي يا خويا ها عنده واوات نرجعوا الخير اللي هي نرجعوا لبلاصتنا خير اخويا بقات لها 20 مينيت ونروحوا وي هاي هاي اختفي السيوان تاع الحجاج هذه اه والله ما على بالي جبناها شريناها شا السلعة كلها راحت لك يا مولا هذا خويا اه صاحبي بابا 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 ربي يسامحك التليفون راح على بالك اي حبيبي الله الله حط 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 او البحروش او البحروش ايه ايه خويا امشي امشي ايه بابا 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 ساهل تصور فيديو هكذا في الواوات صاحبي الله يتفرجها في الميكرو شوف ربي يرضى علينا انت شوف اخويا راح هيا بابا بابا كل هذا المطر خير برك فيه ما تجلوش يضرنا برك يا ربي اها الله راح يفد لي التليفون ها عباك انه كي تصب المطر بالعدل يا ودي يفد لي التليفون وش العدل يا ودي كي تصب بالعدل خلوا الماء ودي الله يفد له راح في شارع والله راح له يا ودي ما والله جد عباك المطرك يصب الرعد هذا عباك حرق التليفون التليفون تحرق يا زكي سيفون والله الماء وش بابا خلي الماء الماء تاع النوا دايم اللي فيه لي زونغري او تحرق التليفون وش تحضر انت صاحي راح فيها صح تحرق التليفون ابو رد اخ والله تحرق لي شوف كيف حرق خويا شوف 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 قوي والله في شاد خلوا الواحد الماء هذا بابا هذه ابو فضيناها ماله يا اخي مشكله تحرقها اه نعم قالوا لي حبي يوصل للقمر لازم يتعب بالسهر هاي سي بون هاي فيديو تحرق سي بون حبي يوصل للقمر او تحرق لي في التليفون تحرق لي سي بون هذه الحكايه هاي السلام عليكم هاي صح تفضل الحكايه تفضل شوف سي بون تليفون كاو ايوه كيس يا عبال شوف 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 اه بابا بركه وش تكفي بابا والله ما بابا ما تحرقش والله هاي صح سلام